انا عايز اعرف من حضرتك، لو انا عندي عربيه وعايز اغير لها زيت، ايه اللي المفروض اعمله في كل مره اجي اغير فيها زيت؟ يعني تنصحني بايه لما باجي اغير الزيت؟ اهم حاجه ان الزيت يبقى مقاسه مظبوط، مقاس الزيت مظبوط، ما يزيدش عن المعدل بتاعه. تمام. يعني المقاس فيه لو في ماكس. تمام. المقاس في بين الاثنين. تمام. ما يزيدش عن دوت، عشان أغلبية الصناعية بتحط الزيت زيادة عن المقاس دوت. تمام. عن العلامة اللي فوق، ودوت بيتسبب في يضرب مسيح أو يضرب شوية. تمام. دي النصيحة الوحيدة. دي أهم حاجة. إن مقياس الزيت ما يزيدش عن العلامة اللي المفروض يوصل لها. تمام جدا. ايه الزيوت النظيفة؟ ايه انواع الزيوت النظيفة اللي المفروض استخدمها في عربيتي؟ والله بيبقى حسب نوع العربية. يعني في عموما شركة محترمة والزيوت بتاعتها ممتازة. ونازل دلوقتي زيوت كمان اماراتي وسعودي وكويتي. ايوه بس يعني زيت شيل ده ب 135 جنيه. ده مش شرط، ما هو في شيل اهو 80 جنيه. اه. 75 جنيه. تمام. حسب نوع العربية. يعني حسب نوع العربية. حسب نوع العربية عشان ولا حسب نوع الموتور؟ عشان درجة الزيت. اه. يعني مثلا العربيات الحديثة بتحتاج زيت 20W50 و15W50 و10W50 و5W50، ده في الحديث. ده كل ده زيوت متعددة، لكن في القديم بيبقى في حاجة زيوت الحالي، حالي الدرجة. تمام. زي شن ودوت. اه. حالي الدرجة. ايه حالي الدرجة؟ هو في ثنائي الدرجة؟ لا، متعدد الدرجات. اه يعني في احادي وفي متعدد. في احادي وفي متعدد. الاحسن للعربيه الاحادي ولا المتعدد؟ حسب العربيه، حسب نوع العربيه نفسها. تمام. طب العربيات الحديثه ينفع لها احادي؟ متعدد طبعا. لا، متعدد طبعا. متعدد. هو اصلا ايه الفرق بين الاحادي والمتعدد؟ الاحادي بيبقى درجه اللزوجه بتاعته بتبقى يعني زي ما تقول زيت ما بيستحملش. اها. يعني لكن العربيات الجديده، الشركات اللي منزله العربيات الجديده عموما كلها دلوقتي بتحط الكتاب اللي بينزل مع العربيه وكتالوج العربيه بتحط فيه شرط ان لازم تكون زيت متعدد. تمام. يعني انا المفروض اغير زيت كل قد ايه؟ حسب الكيلوات، حسب الكيلومتر اللي انت ماشيه. تمام. يعني في زيت بيمشي 2000 كيلومتر، في زيت بيمشي 3000 كيلومتر، في زيت بيمشي 4000 كيلومتر، في زيت بيمشي 10000 كيلومتر. اه. حسب نوع الزيت اللي بيتحط. ايه اسوأ نوع زيت المفروض ما استخدموش نهائي؟ موبيل. موبيل. اه، دي مفاجأة للناس كتير. موبيل ده ما استخدموش خالص. اه. تمام. شركة اسم على الفاضي. وطب وزيت التعاون؟ افضل من موبيل. ده ممكن. افضل من موبيل، ممكن التعاون، بس انا زي ما بقول لك دوت يعني في شيل ممتاز جدا. ايوه. في كاسترول ممتاز جدا. تمام. في توتال برضو كويس. لكن تعاون وموبيل. طب انا عايز بس نصنف الزيوت كده من الاول. نمره واحد زيت شيل. نمره واحد زيت شيل. نمره اثنين كاسترول. نمره ثلاثه توتال. نمره اربعه الزيوت الاماراتي بقى والكويتي والحاجات دي. تمام. وبالنسبه لزيت التعاون؟ لا، في الاول صنف، في الاخر بقى تعاون وموبيل في الاخر. يعني اسوأ زيت على الاطلاق تعاون وموبيل. تعاون موبيل. دول ما استخدمهمش، يحبذ ويفضل ان انا ما استخدمهمش. تمام. الف شكر لحضرتك. طبعا. شكرا جزيلا.